يخاف الناس دائما من الأشياء الجديدة. أكثر شيء مهين سمعته هو أن الرجال الذين يمارسون السباحة المتزامنة ليسوا رجالا. في البداية عندما كان الأمر حلما أطمح إليه، كنت مجرد ذكر يحاول الدخول في هذا المجال. اسمي ألكسندر مالتسيف وعمري 22 عاما. أنا بطل أوروبا والعالم مرتين في السباحة المتزامنة، وهي خليط بين رياضات الجمباز والسباحة والباليه. كنت مخالفا للنظام، ولا أحد يريد أن يغير القواعد من أجل رياضي واحد. في البداية كان الأمر صعبا للغاية، لم أستطع حتى الحصول على لقب رياضي، فكل قواعد اللعبة خلقت للنساء. لم يقبلني الحكام ولا حتى المدربين. كنت أمر بأوقات أفكر فيها أنه لن يعترف بي أحد ولن أدخل أي منافسة. لكنني وجدت القوة لأتجاوز تلك الأفكار السلبية وأواصل التمرين. أعتقد أن قلبي هو من يجعلني أثابر، لأنني وقعت في حب هذه الرياضة وأردت بشدة أن أثبت أنني قادر على الوصول لأعلى المستويات فيها، وكنت آمل أن أتمكن من المشاركة في البطولات المختلفة. في عام 2015 كانت هناك صدمة لا تصدق، حيث تم إدراج منافسات الثنائي المختلط في بطولة العالم. اتصل بي صحفيون وأخبروني بذلك، ولم أصدق ما سمعته في حينها. أعتقد أنه سيكون للرجال مستقبل زاهر في هذه الرياضة، فكلما زاد عدد الرجال المشاركين سنويا تم إدخال قواعد جديدة، لكن ذلك يحتاج وقتا. وأتمنى في النهاية أن يسمح لمنافسات الثنائي المختلط بدخول الأولمبياد.